سيادة الرئيس، المفروض الاتحاد المصارعة ووزير الشباب للرياضة يدعم كرم ويبقوا مهتمين بيه. مفيش اهتمام، انا بقول على الملل اهو، مفيش اهتمام. وحضرة جنابك يا سيادة الرئيس، وانا بشكرك شكرا على واجب انت فوق الكل. لو انت اتبعتهم وتمسك كرم جابر ده بالمسؤولين، كرم جابر هيجيب على عصره ميداليه، مش هيروح للتمثيل. كرم عمره ما كان ممثل، ده انا قهرانه. فين طيب دورهم هم؟ انا عايز اعرف دورهم فين. ده ولا بيسالوا فينا ولا بيسالوا حد. لما جيت اجي اتكلم في التلفزيون ولا اجي اقول لا، ما بيردوش علينا. طيب وبعدين يعني لو حضرتك ترضى باللي هم بيعملوه ده، هقول لحضرتك شكرا وانا متاسف. مفيش تقدير، ما فيش استعنى. اللاعب بيطلع يصعد، يعني ممكن يجيب ميدالية. الإهمال في كل حاجة يا سيادة الرئيس. فين بقى يا سيادة الرئيس التدعيم؟ لو على الاتحاد المصارعة أنا بتأسف. اتحاد المصارعة ما رفعش سماعة وقال له يا كرم يا جابر أنت هتعمل إيه، وكان عنده غطروف طنشه. طب ما انتوا الإصابة دي جت من عندكم، انتوا مهملين في حق كرم جابر. كرم ابني يعني عنده طموحات، ممكن يجيب على العصر اللي انت سيادتك وحضرتك وجنابك موجود فيه، هيجيب لك ميدالية ذهب. بس انا بتوجه لك الشكر بكل اوصافه، ان انت حضرتك يا سيادة الرئيس لو اتبعت كرم، كرم هيجيب لك ميدالية اولمبية بامر من الله. بس فين التدعيم؟ يعني بلاد بره قالت لنا تعالوا ساعة الميدالية، تعالوا، احنا مرضناش نبيع مصر. فين مصر بقى؟ فين دور مصر يا سيادة الرئيس؟